قولوا صاحبة هذه الرسالة، سمعت الناس يقولون إن الغسل لا يكفي عن الوضوء، بينما البعض الآخر يقولون إن الغسل يكفي عن الوضوء، فإلى أي توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. الغسل يكفي عن الوضوء إذا نواه، إذا نوى باغتساله الحدثين الأصغر والأكبر فإن الأصغر يدخل في الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى بطهارته الحدثين الأصغر والأكبر فله ما نوى. أما إذا لم ينوي دخول الوضوء في الاغتسال فإن الاغتسال لا يجزي عن الوضوء، لا يجزي عن الوضوء، فلا بد أن يتوضأ لأنه لم ينوه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.